وسم على ساعدي نقش على بدني وفي الفؤاد وفي العينين يا وطني. الأستاذ الدكتور عبد الله الفهد فليتفضل مشكورا. إخواني رؤساء الجمعيات، إخواني مدراء مكاتب رواد الإشرافة محافظات جازان، إخواني الرواد، إخواني القادة، إخواني وأبنائي الكشافة، خواتي الكريمات، حضور المبارك، ما أجمل أن نجتمع لهدف واحد وهو الاحتفال. أنا للوطن شعار رفعته الجمعية منذ أكثر من 15 عاماً عنواناً لها بالاحتفال باليوم الوطني، واستمرت هذه الاحتفالات جمعية الكشافة العربية السعودية متنقلة بين مناطقها. أيها الأخوة، هذا اليوم يذكرنا بدور المؤسس رحمه الله الملك عبد العزيز طيب الله الأرواح وأبناؤه البراء من بعده رحمه الله. نعيش تحت حكم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في أمن وأمان ورخاء، وبرؤية أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. احتفالات تظهر التلاحم بين هذا الشعب وإبراز ما يدعمون به من أمن وأمان ورخاء، وعمل جماعي لتحقيق رؤى هذه البلاد المباركة. فأقول لأبناء الكشافة في كل مكان هنيئا لكم هذه الاحتفالات، وهنيئا لكم هذه الثقة التي أولتها لكم حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين. ثم إنني اسمحوا لي أن أخص كشافتي ورواد جيزان بكلمة من القلب قلتها صاحب السمو الملكي أمير المنطقة أمير محمد بن ناصر. تميزت كشافة جازان بالتكامل والعمل الجاد. عندما نعلن عن برنامج نجدهم أول من يسابق ويشارك فيه. نشاط مميز على مستوى منطقة جازان، ونشاط متميز على مستوى الوطن، وخير دليل أنشطتهم في خدمة ضيوف الرحمن. والشكر والتقدير لمن يشرف على هذا النشاط ويلهمهم حب الخير للغير ودعاء صادق مخلص بأن يبارك لهم بأعمالهم، وأن تكون هذه المبادرات والأعمال سبب لتوفيقهم في الدارين. ثم أنني أهنئ منطقة جازان على القيادات التي ينطبق عليها المقولة الكشفية One day scout, three day scout، وعينها في معظم القادة الكشفيين تقلدوا مناصب وأعمال وتغيرت أماكن وأعمالهم وهم ما زالوا
ينهلون من معين التربية الوطنية الكشفية وينقلونها لأبنائهم وأخوانهم وزملائهم. ولذلك حق لكم أن تقولون نريد جمعية أو منظمة ترعى الأنشطة الكشفية في منطقة جازان للكم والكيف الكشفي لجميع مراحل الكشافة، فنحن على أتم الاستعداد بكل ما يخدم وطننا من خلال الكشافة، وبالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية نستطيع أن نجد مدخلا قانونيا ونظاما يحقق لنا وجود كيان يشرف ويدعم ويطور الكشافة، وتكون جازان انموذجا يحتذى به في بقية محافظات المملكة، يعامل وبلدنا بخير ورقي وازدهار. وإلى اللقاء في مناسبات وطنية تحيونها أيها الشابات والشباب، وترفعون راية الجد والاجتهاد لخدمة هذا الوطن الغالي. آخر دعوانا دعاءنا الخالص لقيادتنا الرشيدة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين الذين أولوا الكشفية العناية والتشجيع والتكريم، ولرئيس مجلس إدارتها معالي وزير التعليم، ولكل القيادات الكشفية التي تعمل ليلا ونهارا بإخلاص وتضحية وتطوع. فنقول بارك الله فيكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.